الساحة الشعبية من بلد الحلويات، بلد المزيكا والأفراح. نجمنا غنى لأم كلثوم ونجات في بداية حياته، غنى من هو عنده 12 سنة ووالده كان بيروح معاه كل الأفراح. نجمنا بدأ مشواره الفني بزمن الوحوش وقدر يكون فرقته الخاصة عشان يقدر يحقق بعدها نجاح كبير جدا ويبقى ليه جمهور عريض جدا. نجمنا قال ان حبه للغنى كان موهبة خاصة لدرجة انه كان بيحب يغني في اي فرح يقابله، تعب وشقي وصبر بس في الاخر نجح ووصل. وبالرغم انه قال ما كنتش احلم بالشهرة الا انه بقى واحد من اهم واشهر المطربين الشعبيين على الساحة. نجمنا سمع كلامهم عنه بس طلع الكلام خايف. نجمنا ناس منه ومن دمه محدش فيهم شال همه، وكانت نصيحته لجمهوره صاحبك ده من بختك في المصلحة ياخدك. ورجع وقال انا مش عندك بس مسمع عندك. نجمنا بيقول لهم النهاردة بلاش تقلدونا الله يهديكم، عشان اللي بيليق علينا مبيليقش عليكم. رحبوا معايا بنجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي. Thank you.